بونوار، السلام عليكم ومرحبا بك مرة أخرى في قناة الدار. الله يرحب بك الجنة ومرحبا بكم تانا عندي. المهم اليوم كيف ما قلنا غادي نجيو ندويو على الموضوع ديال حراق الدراري الحراقة وعلى البوفرية. كاين الدراري اللي باغين يحرقوك تطيح لهم الفكرة ديال الحريق، حس هي آخر حاجة، لأنه يموت على راسو البحر صافي ويا غادي يمشي لديك البلاد ويتصوب. وهي كتجي صعيبة عاوتاني واحد النصيحة، يعني فاش تبغي تحرق تكون عارف علاش تحرق. يعني بحال مثلا الدراري دوك القصيرين تيمشيو غير يضيعو حياتهم تما كاينة وكي صافي شتفنا حياتهم، حيتاش ما ماشي لا بلوغة لا بتا شي حاجة. يعني الدولة أول حاجة هي تنطلبو منا تطرد بالها لهاد القصيرين هادا. شكل طاحت ليا الفكرة ديال الحريق شحال هادي هي في عقلي، كنشوف راسي بلا لغة بلا والو، يعني نمشي شي ماكينة غادي نتشوجر شي ماكينة كتر ما نتشوجر هنايا صافي. وكيف ما شفتو مؤخرا خي تحلات مليليا، المهم ملي تحلات كنت تعرض شي عيا في ديك يلا داز شي سويعة الدراري مول بينوار راه حنا غاديين كدادي واش تمشي معانا. قلت لهم فين ودي نمشي معاكم كدادي واش عندي فلوس فهمتيني، ما بغيتش نمشي كدادي واخا قالوا لي نخلصوا عليك وكدا وهادي صافي ما مشيتش. حتى غادي تمشي ما كاينش، راه شفنا الحاله اللي طراش شي فيديوهات والله حتى بكيش بحال شي مرأة عزة وليد صغير ياك وداخلة وسط البحر تتمشى بنص متر بين هالكرياج والبحر هنا غادي طاح تضيع داك التربيع. دري خور خونا شرف واصل توصل بقراعي وكدا ديالو هادي وما جابش ليه الله، والله يسهل عليه ويسهل على اي واحد ويشوف ديك البلاد. حيت شاد البلاد هادي شير ما نجرهاش كون ما كانتش كون كانش عطيني حقوقي وبزاف ديال الحوايج. يعني في هاد البلاد هادي ما واخدينش حقوق ديالنا ولا شي حاجه، داكشي اللي كنفكروا اننا نمشيو لديك البلاد. حيت ديك البلاد كنسمعوا عليها من صغرنا، دري صغير كيتربى من صغرو كلشي انه كيسمع امريكان فيها شي حوايج كدا، هادي كيسمع اوروبا كدا شي حوايج، عنده صالير هو قل من 18 عام. داكشي اش الدراري كاملين كيفكروا في الحريق. الاصدقاء ديالك مشاو سمشاو، كاين اللي تشد تما كاينه، كاين اللي مشى تما كاينه مشي حرق وصدق خدام في شي حاجه اخرى في دايفون الناس الشماليين. يعني كل واحد وكيفاش داز ليه رزقه، ولكن كاع الدراري اللي عرفت شي واحد ما فيهم ما صح. والحمد لله هو اننا ما سمعناش شي واحد مات من ولاد الحوم. الشباب خوشي اللي غادي يمشي يحرق شي ماكينه ويشوف راسو هنا وغادي صوفي يمشي يدير شي محاوله. ممكن اول حاجه اي واحد هو انه شكون عنده اللغه على الاقل شكون باش طيح ديك البلاد تواصل مع شي واحد تقول لهم انا حارق انا باغي نسميشو عيني شعتقوني كدا هادي، راه باش تلقاش هادوك الناس المواطنين انهم يساعدوا. ماشي اما مشيت تبقى الدوله بعربيه يبقى يخربق هذا شنو شي اصلا تما كاينه، راه كي كنشوفوا كيعيشوا تما كاينه تكرفيس كثر ما كيعيشوا هنايا في بلادهم مرتاحين مع والديهم كدا. كما قلتي انت في الصغر كنتي باغي تحرق، زعما الفكره تقدر تبدلها؟ يا راه عندي الفكره انني غادي نحرق ياك، ولكن كنشوف انه يعني باقي ما عنديش باش يعني الدافع اللي يخليني يدفعني باش نمشي تما كاين ما كاينش. كنفكر انني نحل شي كونطرا نجر بلادي نمشي للخليج تما كاينه، و لكن اوروبا كيبان ليا حلم مستحيل فهمتي. واخا مش ما كاين حتى حاجه اللي مستحيله في هاد البلاد هادي في الدنيا كامله، ولكن كتبان لي مستحيله حيت خصني بزاف ديال الحوايج. شي لا تكلمنا على المشروع اللي عندك
المهم الشرع اللي عندي وعندي واحد الكروسة ديال القلية راه يلا رديناها، وكاينين واحد سيارة كهربائية للدراري الصغار، كيلعبو فيهم الدراري الصغار وداكشي، أجي كاع نشوفهم. فوقاش ولتي عندك هاد المشروع ديال الكروسة؟ المشروع ديال الكروسة تقريبا شي شهر ثلاثة، كنت ما كنتش خدام كذا هادي، شفت واحد الدري عاوني خدينا كروسة، صافي فاش كان يسر بيها. صافي واحد شويه كان طرا فيها واحد المشكل، كانوا حيدوا لي السلطات المحليه ياك، ودابا عاوتاني راه رجع عطاوها ليا، وها هي دابا راه كاينه، ودرت شي بياسات بحال ما هكا. المشروع ديال السيارات الكهربائيه ديال الدراري الصغار، واش بديتي؟ المشروع ديال السيارات الكهربائيه تقريبا بديتو من مور ما مشات لي الكروس، عاد بديت داك المشروع. ولكن واش داخل معاك شي حد فيه؟ لا، كاينين عندي الدراري ياك، يعني تشعرت لواحد سميتو شي حوايج ماديين، نخرج الفلوس اللي كانش عندي خرجهم، دابا جيت رجعت شي وحدين على ما تسميشو. تقام عليك هذا المشروع ديال السيارات الكهربائيه ديال الدار؟ تقريبا شي 6 المليون، عندي واحد جوج حوشاش واخدهم بثلاثة، وعندي جوج بياسات واخدهم بثلاثة، مليون ونص البياسة. انت شاد السيارات الكهربائيه هادي راه غاليه، يعني ماشي اليوم مغاليينهم، حيت ما كناخذوش من السيش، كناخذو من الشركات هنايا في المغرب. كاين الشركة ديالهم في كازا، في كازا كاين الشركة ديالهم، وكاين عاوتاني هنايا، يمكن مغاليين هنايا بزاف بحال الشركات، ما بغيتش نسمي الشركات، كاينين هنا عندنا حدا المنال، كاينين فرهورة، يعني كاينين بلايص ديالهم. الصنع ديالهم منين؟ ها؟ منين مصنوعين؟ الشينوا، ما راه سميتو تاعهم هو الشينوا، راه الشينوا راه دافعة كلشي. منين جبتي هاد 6 مليون؟ تقريبا هاد 6 مليون جات من الكروسة، من شي فلوس أخرين، كنت خدام، كنت خدام جارو في واحد المخبازة، وشي حاجة من فلوس تيك توك من الكونت الأولاني اللي كنا كندخلو منه، دابا عاوتاني راه يلا بدينا عاوتاني نبداو ندخلو فلوس عاوتاني من داك التيك توك. كاين ابليكاسيون مصريه سميتها كي واي، يعني هي باش تربح منها فلوس كيخص يكون عندك اول حاجه الكونت ديال تيك توك طالع، اول حاجه يعني يكون فيه 10 كا باش كتدخل الصنف الدي، يعني باش تبقى تخلص على المشاهدات. وكاين عاوتاني الصنف ا اللي الا كانوا عندك في عدد المشتركين 200 كا في تيك توك غادي تدخل تخلص، ساعات فيها صالير زويون. اخر رسالة تبغي توجهها لقناة الدار والجمهور اللي كيتابعك بربوع المملكة؟ شكر كبير لكم، خصوصا لقناة الدار اللي هي واحد 50% من الدعم ديالها ليا، وشكرا لكاع المغاربة كاملين وخوتنا كاملين، شكرا بزاف لكاع المتشبعين ديالي اللي في تيك توك، وان شاء الله نبغي في شهر 7 نكملوا 100 كا داك كونت ديال مول بانوار 3. شكرا بزاف، كنبغيكم كامل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.